السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله راح نحكي عن البول إليمينيشن، اللي هو استكمالا للجزء الأول من المحاضرة اللي هو اليورينري إليمينيشن اللي حكى فيه الدكتور عدي عن اليورينري سيستم وعن اليورينيشن وعن النورماليتيز والأبنورماليتيز والنيرسينج مانجمنت والنيرسينج كير بلان for the people who having problems with urinary elimination. اليوم إن شاء الله راح يكون حديثنا عن البول إليمينيشن. كنت حاط فيديو أنا على الفيسبوك بيج موجود فيه، اللي هو عمل الجهاز الهضمي بشكل مبسط وبشكل مختصر وسريع، كيف الطعام بيدخل من الفم وبيمر بمراحل مختلفة من الهضم والامتصاص، وكيف الأجهزة المختلفة الموجودة داخل الجسم اللي هي بتساعد الجهاز الهضمي أو هي جزء من الجهاز الهضمي حتى تساعد على هضم الطعام وامتصاصه وأخذ المادة الغذائية أو المواد الغذائية الأساسية للإنسان، وآخر شيء في العملية هاي اللي هي عملية الإخراج. التركيز اليوم إن شاء الله بهالمحاضرة هاي راح يكون على عملية الإخراج. الباول كلمة معناتها اللي هي بشكل مبسط اللي هي الكولون أو القولون أو الأمعاء الغليظة أو اللارج انتستن، اللي بتتكون من يعني مجموعة من الأجزاء الرئيسية اللي هي شيء بنسميه احنا الايسندنج كولون او اللي هو القولون الصاعد، في الترانسفيرس كولون اللي هو القولون المستعرض، وعندنا الديسندنج كولون اللي هو القولون او القولون النازل، وفي عندنا الريكتوم واللي هي المستقيم بالعربي، وفي عندنا كمان اللي هو بينتهي بالانس كويس او اللي هي فتحة الشرج. اوكي، عرفنا بشكل مبسط البول اللي هو اللارج انتستنس او الامعاء الغليظة او الكولون او القولون، كلياتها يعني كلمات مرادفة وإلها نفس المعنى. هلا بدنا نتذكر كذلك انه الكولون او البول مرتبط بالسمول انتستنس اللي هي الامعاء الدقيقة. الامعاء الدقيقة يعني الهدف الرئيسي منها اللي هو استكمال عمليات الهضم، وبشكل رئيسي معظم عمليات الامتصاص بتتم في الأمعاء الدقيقة. الأمعاء الغليظة بتم فيها امتصاص الماء والأملاح الزائدة، الماء والأملاح الزائدة، تمام؟ وبعد ذلك تتكون اللي هي الكتلة اللي بتخرج عن طريق فتحة الشرج اللي بيكون اسمها البراز، اللي راح نحكي عن مواصفاتها وراح نحكي عن خصائصها وراح نحكي كذلك عن اللي هو ما هو طبيعي وما هو غير طبيعي في عمليات الإخراج. أول شيء الديفيكيشن أو الإخراج، أو إحنا بنسميها الباول موفمنت. الباول موفمنت دائما نتذكر الباول معناتها اللي هو إيش، هو اللارج انتستن، لأنه إحنا في عنا يعني حركتين داخل الأمعاء، يعني في عنا حركة الأمعاء الدقيقة كويس وحركة الأمعاء الغليظة. قلنا حركة الأمعاء الدقيقة الهدف منها اللي هو عمليات الهضم والامتصاص، وحركة الأمعاء الغليظة الهدف منها الامتصاص الماء والأملاح الزائدة، وكذلك اللي هو تكوين الكتلة النهائية اللي هي الفيسز أو البراز اللي بيخرج من فتحة الشرج. احيانا بنسمي الحركه هاي كلها مع بعضها، حركه الامعاء الغليظه وحركه الامعاء الدقيقه، بنسميها البيريستالتيك موفمنت او البيريستاليسز كويس، اللي هي تقريبا يعني ان شاء الله راح تاخذها بالفيزيكال اكزامينيشن يعني من 4 لتقريبا حوالي 30 او 33 حركه بالدقيقه الواحده كويس. يعني احنا لما نحط السماعات على بطن المريض بنسمع هاي الباول موفمنت كويس، او بنسمع اللي هي البيريستاليسز او البيريستاليتيك movement اللي هي حركة الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة. المهم الـ defecation أو اللي هي عملية الإخراج is the expulsion of feces from the anus and rectum، اللي هو خروج البراز من المستقيم باتجاه اللي هو فتحة الشرج الأنس، تمام، وخروجه خارج الجسم. بالعادة العملية هاي بتتراوح ما بين مرتين لثلاث مرات باليوم، several times a day، ممكن مرتين او ثلاث مرات او اربع مرات حسب ما هو متعود الشخص كويس، واحيانا من مرتين لثلاث مرات بالاسبوع. لكن شيء مهم لازم نعرفه انه في البيرسونال هيستوري
أو خلينا نحكي التاريخ الشخصي، أو فيما يتعلق بإعادة الإخراج، بيعتمد على الشخص نفسه. كويس، يعني في ناس عندهم بيخرجوا مرات كثير باليوم أو مرات كثير خلال الأسبوع، تمام، وفي ناس بيخرجوا مرتين لثلاث مرات بكامل الأسبوع، يعني هم مش بحاجة يروحوا على الحمام عشان الإخراج لأكثر من مرتين لثلاث مرات بالأسبوع، فهذا يعتبر ضمن المعدلات الطبيعية. أكثر من هيك بيكون في خلل، كويس، وأقل من هيك بيكون في خلل. يعني معنى آخر، إذا كان الشخص متعود إنه يروح مرتين ثلاثة على الحمام باليوم عشان يخرج، كويس، فهذا إذا صار عنده مثلا نقص، صار عنده مثلا صار بالأسبوع يروح مرة واحدة أو مرتين، هذا بيكون في عنده خلل. فالخلل، أو خلينا نحكي الأبنورماليتي، تمام، بتعتمد على طبيعة الشخص نفسه، كويس، وعلى تعوده على الذهاب إلى الحمام والإخراج. هلا الإكسبالجر أوف فيسز فاسيليتيتد باي ذا كونتراكشن أوف ذا أبدومينال ماسلز أند ديافرامز أند ديافرامز، صحيح ديافرام مش ديافرامز، أوكي. العملية هاي بتعتمد على اللي هو انقباض عضلات البطن، انقباض عضلات البطن اللي هم العضلات الموجودين في جدار البطن، اسمهم الريكتس ابدومينز، او احيانا يمكن تسمعوا يسموهم سيكس باكس، كويس. اضافة الى ذلك اللي هو عضلة الديافرام، الديافرام اللي هو الحجاب الحاجز اللي تتذكروا اللي حكينا عنها بالجهاز التنفسي، تلعب دور كبير بالتنفس، تمام. هذول العضلتين انقباضهم وانبساطهم بيعمل لي زيادة في الضغط داخل البطن. زيادة الضغط هاي بتساعد على إخراج الفيسز خارج الجسم. الجزء الثاني من العضلات اللي هو العضلات البلفيك فلور، أو عضلات الحوض بمعنى آخر. عضلات الحوض اللي هي بتساعد بالعملية النهائية اللي هو إخراج الفيسز من خلال فتحة الشرج أو من خلال الشرج، تمام. إذا الـ contraction of the abdominal muscles diaphragm and pelvic floor بيساعد على إخراج اللي هو الفيسز خارج الجسم، بالإضافة للي قلناها اللي هي البول موفمنت. هلا النورمال ديفيكيشن برضو، أو اللي هي عملية الإخراج الطبيعية، بيتم تسهيلها بالجسم من خلال برضو كمان thigh flexion، اللي هو اللي هو الثاي اللي هو الفخذ، كويس، والفليكشن اللي هو ضم الفخذ، يعني لما الواحد بيقعد على الحمام سواء كان مقعد الكرسي هذا او غيره، لازم يكون في عندي ثاي فليكشن، يعني لازم يكون الركبة مثنية، اوكي، لازم تكون الركبة مثنية نوعا ما، كويس، حتى برضه هذا يزيد من الابدومينال بريشر. اضافه الى ذلك لازم يكون المريض في السيتنج بوزيشن، وهذا النقطه مهمه كثير، حتى احنا لما بدنا نساعد المريض، لما المريض بيكون غير قادر على الاخراج بنفسه وبدنا نساعده انه يخرج ويكون نايم بالسرير، بنحاول نرفع السرير، كويس، لاشي احنا بنسميه اللي هو الفاولر بوزيشن، اللي هو زاويه السرير بتكون تقريبا 45 درجة، أو الهاي فاولر بوزيشن اللي هي 90 درجة، حتى يقارب وضع الجلوس، حتى برضه هذا يساعد على زيادة الضغط داخل التجويف البطني وإخراج المواد اللي هي الفيسز أو البراز خارج الجسم عن طريق فتحة الشرج. الفيسز البراز بتتكون من 75% من المي و25% من السوليد. السوليد المادة هاي بتكون مكونة بالعادة ويست برودكتس، يعني ممكن تكون موجودة فايبرز، مواد غذائية زائدة عن حاجة الجسم. الجسم بعد ما خلص الهضم والامتصاص صار في مجموعة كبيرة من المواد هو أصلاً مش بحاجتها، فهي بتشكل 25% من الفيسز اللي بيخرجها خارج الجسم. بالعادة اللون الطبيعي للفيسز بيكون براون، بني، كويس. بيختلف اللون، ممكن يكون طبعا اختلاف اللون احيانا ممكن يدلني على وجود بعض الامراض، يعني مثلا اذا كان في البلاك تار، كويس، او اللي هو اللون الاسود او لون القطران هذا، تمام، ممكن يعطيني انديكيشن والله انه المريض ممكن يكون في عنده نزيف، في عنده بليدنج somewhere بالجي اي، ممكن يكون البليدنج بال مثلا بالمعده، كويس، او بيكون البليدنج مثلا بالمريء، او بيكون مثلا البليدنج بالاثني عشر ديودينا، تمام. احيانا ممكن يكون في عندي فريش بلاد،
كويس، يعني بيكون لون الفيسز جاي، يعني بيكون في مثلا ممكن يكون في يعني اللي هو ريد كلر او ريد فريش كلر، ممكن يكون بيجمنتيشن يعني بيكون عباره عن نقاط، او ممكن يكون كميه كبيره من الفيسز ملونه باللون الاحمر، هذا بدلني على انه في عندي بليدنج قريب، يعني بليدنج ممكن يكون بالكولون او بليدنج بالريكتم او بليدنج بالانس. تمام، اللي بيعطي اللون الطبيعي للفيسز اللي هو اليورو بيلين، كويس، اللي هو مستمد او جاي من البيليروبين. البيليروبين اللي هو المادة موجودة بالدم، كويس، بترتفع طبعا في حالات معينة، كويس، وإلها معدلات معينة موجودة بالدم، لكن تحللها، كويس، أثناء الفيسز بعطينا مادة اسمها اليورو بيلين، تمام، واللي هي بتعطي اللون البراون للفيسز، بالاضافه لعمل البكتيريا الطبيعيه اللي احنا بنسميها النورمال فلورا اللي اسمها الاشريشيا كولاي او الاي كولاي والستافيلوكوكس اوريوس. تمام، اذا لون البراز جاي نتيجه اللي هو شغلتين رئيسيات اللي هو تحلل البيليروبين بالاضافه الى عمل البكتيريا الطبيعيه الموجوده داخل الامعاء. وبالمناسبه البكتيريا هاي كمان الاي كولاي تمام والاذر بكتيريا، طبعا احنا بتخيلوا انه في عندنا الاف من البكتيريا موجوده او الاف من انواع البكتيريا الموجوده داخل امعائنا، الها ادوار كثير رئيسيه، من ادوارها اللي هو المساعده في عمليات الهضم، كويس، او خلينا نحكي امتصاص المواد الغذائيه اللي بياخذها الجسم، اضافه الى ذلك لها دور بتصنيع اللي هو الفيتامين كي. الفيتامين كي له دور كبير في منع او خلينا نحكي منع النزيف او حدوث عمليات التخثر. هاي للمعلومه العامه. هلا بالعاده البالغين بيكون في عندهم حوالي 7 ل 10 لتر اوف فلاتس ان لارج انتستين. فلاتس اللي هو الهواء، اوكي، يعني بتكون الامعاء الغليظه هاي او خلينا نحكي الباول او الكولون زي ما حكينا بتكون مملوءه بالهواء، كويس، بتقريبا 7 ل 10 لتر كل 24 ساعه. طبعا هسه راح نحكي كمان شوي من وين الهواء هذا بيجي، كيف بيزيد وكيف بقل. الكونسستنسي للفيسز او اللي هي طبيعه الفيسز، طبيعه الماده هاي بتكون سيماي سوليد او سيمي سوليد، يعني شبه خلينا نحكي صلبه، سوفت ناعمه، مويست مويست يعني بتكون رطبه، كويس. الاودر افكتد باي ذا انجستد فود، طبعا الرائحه بتختلف، كويس، باختلاف نوعيه الطعام اللي بياخذها الشخص، كويس، وباختلاف زي ما قلنا قبل شوي اللي هو عمل البكتيريا النافعه اللي سميناها النورمال فلورا، كويس، اللي هي الايكولاي وغيرها من انواع البكتيريا الموجوده داخل الانتستنس. تمام، ايش اللي هي العوامل اللي بتاثر على الديفيكيشن، العوامل اللي بتاثر على الديفيكيشن، عمليات الاخراج. اول شيء الديفلوبمنتال ستيج. ايش يعني ديفلوبمنتال ستيج؟ اللي هي المرحله العمريه اللي بيكون فيها الشخص، يعني معنى اخر اللي هو الايج. تمام، يعني النيو بورن اللي هو الطفل الصغير اللي هو اول شهر من حياته، غير الانفنت اللي بيكون عمره سنه، غير التودلر اللي بيكون عمره 3 سنوات، غير الادلت اللي بيصير عمره فوق ال 18 سنه، غير الالدرلي اللي اعمارهم فوق ال 65 سنه. المرحلة العمرية بتأثر كثير. ليش المرحلة العمرية بتأثر كثير أو developmental stage؟ بشكل رئيسي لأنه العمليات التطورية اللي بتجري داخل جسم الإنسان على تطور الانتستين، كويس، بتأثر على defecation أو بتأثر على خلينا نحكي على عملية الإخراج. الطفل الصغير لسه الأمعاء، يعني خلينا نحكي اللي بيكون نيو بورن أو infant عمره أقل من سنة أو عمره شهر، لسه الأمعاء ما اكتمل نموها وما اكتمل عملها وما اكتملت وجود الاشريشيا كولاي هاي او الاذر بكتيريا الموجوده داخل الانتستنس، كويس، فلسه بيكون الرائحه مختلفه، اللون مختلف، كويس، الكونسستنسي مختلفه، بالعاده بتكون سائله بهالمرحله هاي، كويس، مش سيمي سوليد، بتكون ليكويد او فلويد ان نيتشر. تمام، الدايت، هلا في عندي انواع كثير من الدايت ممكن تغير اللون، ممكن تغير الكونسستنسي، كويس، او حتى ممكن يعني الطفل برضه كمان عوده على الطفل الصغير احيانا بنلاقي سوليد بارتكلز، كويس، موجوده بالستول. الطفل الصغير او معده الطفل الصغير او الجهاز الهضمي بشكل عام عند الطفل الصغير لسه ما هضمها، فبتطلع مثل ما هي مع الستول، كويس.
الدايت، في عندي بشكل رئيسي خلينا نحكي في هاي فايبر دايت وفي لو فايبر دايت. كويس، الهاي فايبر دايت بيعطيني خلينا نحكي ستول حجم اكبر، كميه اكبر. كويس، في نوع من الاكل، يعني تصنيف الاكل بسموه الهاي ريزيجيو. كويس، ايش يعني هاي ريزيجيو؟ يعني مخلفاته بتكون كثيره. كويس، مخلفات الاكل بتكون كثيره، تمام، فبالتالي بتزيد كميه الستول. الاكتيفيتي، الفيزيكال اكسرسايز، لما احنا بنمارس نشاط معين، لما بنمشي هذا بشجع البول موفمنت، هذا بمنع انه يصير في عندنا مشاكل راح نحكي عنها كمان شوي ان شاء الله في عمليات الاخراج. كويس، السايكولوجيك فاكتورز، الديبريشن، الانكزايتي، الستريس، الشده النفسيه، الاكتئاب، الاحباطات، كلياتها بتاثر على البول موفمنت. الديفيكيشن هابت زي ما حكينا لكم، اللي هي البيرسونال هابت، واحد متعود يروح مره مرتين ثلاث مرات باليوم، اربع مرات بالاسبوع زي ما حكينا، العاده هاي شخصيه. الميديكيشنز، بعض الادويه بتعمل لي بتقلل البول موفمنت، تمام، وبعضها بتزيد البول موفمنت. لما بتقل البول موفمنت بصير في مشاكل، لما بتزيد البول موفمنت برضه كمان بصير في عندي مشاكل معينه. الدياجنوستيك بروسيجرز اللي هي الفحوصات اللي تنعمل بشكل رئيسي، الدياجنوستيك بروسيجرز اللي هي بيكون في لها تأثير مباشر على الجهاز الهضمي، زي عمليات التنظير، سواء كان عمليات التنظير العلوي أو عمليات التنظير السفلي. اللي بقصده بعمليات التنظير العلوي اللي هو تنظير الجهاز الهضمي العلوي، اللي هو المريء مع المعدة مع الأمعاء الدقيقة، كويس، لغاية اللي هو الإيليوم، كويس، أو الإيليوم اللي هو آخر جزء من الأمعاء الدقيقة، أو تنظير الجهاز الهضمي السفلي اللي هو تنظير الريكتم اللي هو المستقيم، تنظير كذلك اللي هو الكولون كامل. هاي العمليات بتأثر، ليش؟ لأنه بصير في منظار، هذا المنظار بيدخل داخل الأمعاء فبيأثر على حركتها. إضافة إلى ذلك، إنه قبل عمليات التنظير بيتاخذ المريض بينعطى سيداتيفز. سيداتيفز يعني خلينا نسميها مهدئات نوعا ما، حتى ما يصير في، حتى جسمه يتقبل انه هذا المنظار يفوت لداخل الجسم. هذا بيأثر برضه كمان على البول موفمنت. الانستيزيا اللي هي التخدير، كويس، التخدير بيقلل من البول موفمنت، بوصلها للصفر يعني، تمام، يعني اثناء العملية او اثناء الجراحة الانستيزيا بتوقف البول موفمنت، تمام، كويس. بعد العملية بيرجع المريض ايش؟ يستعيد الباول موفمنت. على فكرة الباول موفمنت واحدة من العلامات الرئيسية على انه المريض استعاد، خلينا نحكي العمليات الرئيسية اللي بتصير بجسمه، كويس، اللي هو عمليات الجهاز الهضمي اللي بتساعده، خلينا نحكي، او اللي بتدلنا على انه المريض استعاد وضعه الطبيعي. يعني انتم بتشوفوا يمكن بالعمليات او تسمعوا، كويس، انه بعد العملية ممنوع الواحد يأكل او يشرب بالمرة عبين ما ترجع الباول موفمنت. اوكي، يعني اول شيء بيبدوا معه بشويه مي، بعدين بيعطوه الاكل الخفيف الليكويد هذا الفلويدز، بعدين بيعطوه الاشياء الثانيه السوائل مثلا الشوربات، بعدين بياخذ السوليد فود يمكن ثاني يوم او ثالث يوم بعد العمليه. فلا يعطى المريض الاكل الطبيعي اللي بياكله بحياته الطبيعيه بعد العمليه مباشره. ليش؟ بسبب تأثير الأنستيزيا على البول موفمنت. باثولوجيك كونديشنز اللي هو مقصود فيها الأمراض المختلفة، وأهم الأمراض اللي بنحكي عنها بالمرحلة هاي اللي هي بنسميها احنا الانفلاماتوري باول ديزيزز، اوكي، او اللي هي أمراض القولون الالتهابية إذا احنا بدنا نسميها بالشكل هذا، وراح نحكي عن بعض أمثلة منها كمان شوي إن شاء الله. الألم، كويس، وخصوصا الألم في منطقة الشرج، كويس، الالم في منطقه الشرج، او احيانا بعض الباثولوجيك كونديشنز زي الهيمورويدز. الهيمورويدز اللي هي الباسور، كويس، تمام، او الانال فيشرز او اللي هي التشققات، كويس، او احيانا بيكون في عندي شيء بسموه فيستيولا الناسور، تمام. هاي خلينا نحكي امراض بتاثر، خلينا نحكي على اخر جزء من الجهاز الهضمي اللي هو الانس اللي هو الشرج، ممكن تعمل لي بليدنج، تعمل الم شديد، كويس، هذا الالم الشديد احيانا بياثر على اللي هو البول موفمنت، واحيانا بيمنع الشخص من انه يخرج، وبالتالي بيصير في عنده كونستيبيشن او اللي هو الامساك اللي راح نحكي عنه كمان شوي ان شاء الله.
الكونستيبيشن از انفريكوينت، يعني اقل من المعدلات الطبيعيه، اند ديفيكلت باسج. ديفيكلت باسج يعني صعوبه في الاخراج، وبالعاده اللي قلنا عنه اللي هو السوفت ستول، هاي الكونسستنسي تبعتها بتكون ايش؟ بتكون هاردند. هاردند يعني جافه وصلبه، تمام؟ بالعاده بتحدث هاي لما بصير في عندي اللي هو حركه اللارج انتستنز سلو. طبعا قلنا السلونس اوف لارج انتستن او البول انتستنز او عفوا البول موفمنت بيعتمد على اشياء كثيره، من ضمنها اللي قلنا قبل شوي اللي هو الميديكيشن. بالعاده fewer than 3 باول موفمنت بير ويك، قلنا الناس اللي متعودين مثلا يعملوا الديفيكيشن 2 تو 3 تايمز ا ويك، اقل من 2 تايمز او اقل من 3 تايمز ا ويك هذا بنعتبره بنسميه كونستيبيشن. اوكي، it may cause problem to patient with heart and brain problems, it may increase intrathoracic pressure and intracranial pressure. هلا الناس اللي بيكون في عندهم مشاكل بالقلب زي احنا بنسميهم الكارديوفاسكولار ديزيزز او الكورونري ارتري ديزيزز اللي هم امراض القلب والشرايين التاجيه، كويس، او الناس اللي بيكون في عندهم امراض بالدماغ سبيشالي اللي هي الستروكس، كويس، او اللي هي جلطات الدماغ، هلا عمليه الديفيكيشن كويس قلنا بزيد فيها الانترا ابدومينال بريشر. هلا لما بزيد الانترا ابدومينال بريشر بزيد برضه معاه شيء اسمه الانترا ثوراسيك بريشر اللي هو الضغط داخل الصدر، وهذا بيأثر على القلب، تمام، وبزيد معه كمان بنفس الوقت اللي هو الانترا كرانيال بريشر، الضغط داخل الجمجمه، وهذا بيأثر كمان على اللي هو البلاد فلو او خليني احكي اللي هو تدفق الدم للراس، كويس. فبالتالي الناس اللي عندهم مشاكل في تدفق الدم للقلب وللراس لما بصير في عندهم constipation، تمام، لما بصير في عندهم امساك هذا بيرفع الضغط لمراحل كثير كبيره، فبالتالي بصير في عندهم بزيد الكومبليكيشنز او بزيد المشاكل اللي ممكن تسببها الامساك على القلب وعلى الدماغ. ايش الاشياء اللي بتسبب لنا constipation؟ low fiber intake، غذاء قليل او خلينا نحكي فقير بالالياف، غذاء قليل بالسوائل، عدم المشي، عدم الحركه، كويس، sedentary lifestyle in general، الخمول، تمام، irregular defecation habit، يعني انه الواحد بيمنع حاله من انه يروح على الحمام. ممكن كثير الواحد يصير معه انه socially، كويس، انه ما يروح على الحمام او يكون مشغول بشيء معين ويأجل انه يروح على الحمام، وهذا شيء كثير سيء على البول movement وعلى صحة الجهاز الهضمي بشكل عام. lack of privacy، انه يعني خصوصا هاي نقطة مهمة كثير بنركز عليها لما احنا نعلم المرضى مثلا، او بيكون المريض مثلا عندي بالسرير، كويس، او بيقوم على الحمام، لازم بس انا اساعد المريض ويقوم على الحمام حتى يعمل ديفيكيشن، اسكر عليه الباب حتى يكون في عنده برايفسي، حتى يقدر يخرج براحته، كويس، لانه هالعمليه بيلزمها برايفسي. وكذلك لما انا بدي اقدم البيد بان اللي هو هذا القطعه البلاستيكيه هاي او اللي هو اللي بده يخرج فيها المريض وهو قاعد على سريره، لازم برضه اسكر الكيرتينز، اسكر البرادي او اسكر الباب على المريض اذا كان المريض موجود بغرفه برايفت، واطلع برا واستنى عبين ما المريض يعمل ديفيكيشن. البرايفسي شيء مهم كثير سواء كانت بالفيكال اليمينيشن او باليورينري اليمينيشن. الكرونيك يوز اوف لاكساتيفز اند انيمز، كويس، اللي هو الاستخدام المزمن او الاستخدام المفرط لا اللي هي المسهلات او الملينات، تمام، اللي بتخلي الكونسستنسي تبعت الستول ليكويد، تمام، اللي او الانيمز اللي هي الحقن الشرجيه، راح نحكي عنها باخر سلايد ان شاء الله، راح نعرف ايش هي الهدف من الحقن الشرجيه وايش معناها. هلا الفكره بالموضوع انه الجسم والامعاء الغليظه او الباول ان جنرال بتصير متعوده انه ما تخرج محتواها بشكل طبيعي، يعني ما تخرج محتواها اعتمادا على الباول موفمنت واعتمادا على الانكريزد انترا ابدومينال بريشر، وانما بتدخل خارجي، بتدخل اللي هي المواد المسهله هاي. طبعا احنا بنقول انه استخدامها بمرحله معينه بحد معين طبيعي ووقائي وعلاجي، لكن المشكله وين؟ المشكلة بأنه تتعود البول موفمنت أنه ما تتحرك، تقل حركتها، يصير فيها خمول، كويس، نتيجة إيش؟ نتيجة اعتمادها على اللاكزاتيفز أو اللي هي
المسهلات والانيماز الحقن الشرجيه. قلنا الدبريشن او الايموشنال ديستربنس الاكتئاب بياثر برضو كمان بيقلل من الباول موفمنت وبالتالي بيرفع من نسبه حدوث الكونستيبيشن. الميديكيشنز زي الايرون سولز زي الانتاسيد، الانتاسيد اللي هي مضادات الحموضه، اوكي، مضادات الحموضه اللي بتتاخذ عن طريق الفم عشان المريء وعشان المعده، هاي بشكل رئيسي بتحتوي على مغنيسيوم هيدروكسيكلورايد او مغنيسيوم وكالسيوم. المغنيسيوم والكالسيوم خلينا نحكي شو بيعملوا، بيخلوا الجسم يعيد امتصاص المي مره ثانيه، كويس، او بيزيد من امتصاص الامعاء الغليظه للمي، وبالتالي بتقل السوفتنس تبعت الفيسز وبالتالي بيزيد الهاردنس، تمام، وبصير في عندي اللي هو الكونستيبيشن. نيورولوجيكال كونديشن such as stroke، كويس، بعض المشاكل الستروك اللي هي الجلطات الدماغيه، يعني بعض الجلطات الدماغيه بتاثر بشكل رئيسي على الباول موفمنت، بتقللها وبتضعفها بشكل كبير جدا، كويس، وبالتالي بصير في عندي كونستيبيشن. هلا المرحله الاخطر خليني احكي او اللي بتتطلب تدخل اجراء تداخلي، يعني كويس معنى اخر سواء كان طبي او تمريضي، تمام، اللي هي الفيكال امباكشن. الفيكال امباكشن، امباكشن معناتها انسداد، اوكي، فيكال امباكشن يعني الانسداد بسبب تصلب الفيسز، اوكي، او تصلب البراز، تمام، يعني في عندي كتله من البراز او تجمع من البراز بتصلب، يعني بيكون لا يحتوي على مي نهائيا. على الكونستيبيشن بتكون هاردند ولكن ستيل فيها ايش، ستيل فيها ووتر، كويس، ستيل فيها فلويد. بينما الفيكال امباكشن تكون مغلقه تماما، بتكون منسده تماما الامعاء الغليظه، كويس، تمام، بسبب ايش، بسبب اللي هو الاكيوميليشن اوف فيكال ماتيريال اللي هو تجمع ماده البراز و تكونها لفتره طويله جدا prolonged retention. الا ري ريكوجنايزد باي باسج اوف ليكويد فيكال سيبج اند نو نورمال ستون. الصحيح انه واحدة من الاشياء الرئيسية اللي بتخليني اعرف انه المريض ممكن يكون في عنده فيكال امباكشن اللي هو الـ 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 الالم الشديد. الالم الشديد المريض لما بصير في عنده فيكال امباكشن انسداد بسبب الفيسز بصير في عنده الم شديد داخل البطن، هذا واحد. اثنين، لما بسمع انا للبيريستالتيك موفمنت بتكون بادنى مستوياتها، احنا قلنا من 4 أو من 3 تقريبا لغايه 30 حركه في الدقيقه، هي بتكون اقل من 4 او حتى احيانا بتكون مختفي، كويس، ما في عندي باول موفمنت. الدليل الثالث او الشيء الثالث انه بصير في عندي ليكويد فيكال سيبج، يعني بتتسرب، بيبدا يتسرب اللي هو الجزء السائل من الفيسز، كويس، مع ايش، من غير ما يكون في عندي ايش، من غير ما يكون في عندي نورمال ستول. ستول كلمه ثانيه لايش، لا فيسز. اذا فيسز وستول وديفيكيشن سيم مينينج، اذا بيخرج عندي سائل، بالعاده السائل هذا بيكون ريحته كريهه، كويس، نتيجه ايش، تجمعه داخل الامعاء الغليظه لفتره طويله من الزمن. واحيانا اذا كانت الهاردند ماس موجوده بالريكتم، موجوده بالمستقيم، ممكن نعمل لها assessment او ممكن نحسها بالديجيتال examination. ديجيتال examination او احيانا بسموه البرو ريكتم examination او البي ار examination اللي هو الفحص عن طريق الاصبع، اوكي، يعني المريض بياخذ بوزيشن معين، بصير في الانس اكسبوزد اللي هو فتحة الشرج اكسبوزد، والطبيب او الممرض بيستخدم الجلوفز حتى يحس باصبعه، كويس، تمام، اللي هو الفيكال امباكشن هذا او اللي هو الهاردند ستول اذا كانت وين بالريكتم. بس الفيكال امباكشن ممكن تكون باي جزء من اجزاء الامعاء الغليظه او البول او الكولون او القولون، تمام. من السيمتومز او الاشياء اللي بيجي المريض بيحكي لنا اياها انه اي هاف فريكوينت، كويس، ديزاير تو ديفيكيت بس nothing is going out. يعني المريض بيحكي لك انه انا عندي دائما بروح الحمام، بروح الحمام، بقعد على المقعدة، كويس، ولكن ما بيطلع معي شيء، تمام. ريكتال بين،
عفوا ريكتال بين زي ما قلنا، اذا كانت بالريكتم، واحيانا ممكن تكون ابدومينال بين اذا كانت موجوده بجزء اخر من الابدومين. انوركسيا، انوركسيا اللي هو لوس اوف ابيتايت، اوكي، لوس اوف ابيتايت اللي هو فقدان الشهيه. ابدومينال ديستنشن، ابدومينال ديستنشن اللي هو تجمع الغازات او انتفاخ البطن ناتج عن تجمع الغازات. نوزيا اند فوميتنج، اوكي، اور نوجا اند فوميتنج اللي هو ال ال الغثيان وال ال الفوميتنج ال الاستفراغ. اوكي، الكوزز، الاسباب، poor fecal habits زي ما قلنا قبل شوي، مريض بيروحش على الحمام بالمره، كويس، مريض دائما بيستخدم خلينا نحكي laxatives، laxatives قلنا اللي هي المسهلات، وحدوث الكونستيبيشن اللي بيسبق اللي هو الفيكال امباكشن. باريوم ستدي، الباريوم ستدي بس عشانها مذكوره هون لازم اوضح لكم اياها. هلا احيانا احنا حتى نشوف التركيب، حتى نشوف اذا في مشكله عندنا بالجهاز الهضمي بنعمل اكس راي، كويس، حتى نشوف الجهاز الهضمي. بس الاكس راي الجهاز الهضمي ما بيبين، ليش؟ لانه soft tissue يعني مش زي العظم ببين على الاكس راي. فبنعطي المريض ماده، هاي الماده اسمها الباريوم، كويس، باريوم، اما بيشربها المريض، كويس، تمام، ingestion of barium، او بنعطيها عن طريق الانما، بسموها باريوم انما، تمام. هاي الماده بتخلي الصوره يعني، او خلينا نحكي بتوضح لي صورة الإكس راي. فهاي المادة اللي هي الباريوم هاي بتعمل لي constipation وبتعمل fecal impaction. أوكي، تذكروا هذا الكلمتين، باريوم إنما أو ingestion of barium اللي هو لما بنعمل إحنا تنظير علوي أو تنظير سفلي باستخدام اللي هو، خلينا نحكي، بديش أستخدم كلمة تنظير، اللي هو إكس راي، كويس، بستخدم إكس راي أو فحص علوي أو فحص سفلي للجهاز الهضمي. استخدام المادة هاي الباريوم هذا بيعمل اللي هو constipation وبيعمل لي fecal impaction. التريتمنت، RX treatment معناتها oil retention enema، يعني في عندي ممكن استخدم اللي هو الانما او الحقنة الشرجية اللي بتكون فيها مادة زيتية، كويس، بالعادة هاي بتنعمل كل ساعتين لاربع ساعات للمريض، كويس، او احيانا ممكن استخدم suppositories، تحاميل، التحاميل هاي بيكون فيها جليسرين، والجليسرين مادة بتهيج الجدار الداخلي للأمعاء وبالتالي بتساعد على البول موفمنت وبالتالي بتساعد على تقليل الكونستيبيشن واللي هو زيادة الإخراج. وأحيانا ممكن نستخدم اللي هو ستول سوفتنر، كويس. هلا تعرفنا على مجموعة من الأدوية، كويس، اللاكزاتيفز، كويس، الإنيماز، تمام، والستول سوفتنر. اللاكزاتيف قلنا ملينات، تمام، خلينا نحكي، او بشكل رئيسي بتساعد على زيادة البول موفمنت وبالتالي زيادة او تسهيل عملية الاخراج. الستول سوفتنر اللي هي بتغير الكونسيستنسي تبعت الستول من هارد لسوفت، اوكي، اسمها ايش؟ ستول سوفتنر، تنعطى بشكل يومي للمريض. الدياريا اللي هو الاسهال، اوكي، اللي هو عكس الكونستيبيشن، هناك عندنا infrequent passage، هون عندنا more frequent passage، اوكي، increased frequency و liquefied stool، هنا كان عندنا ايش؟ hardened stool. بالعاده السبب بيكون هو rapid movement of fecal content اللي هو البول movement بتكون very increased، كويس، بتكون عالي جدا، تمام، يعني بتزيد عن ال 30، بتزيد عن ال 34 زي ما حكينا، اللي هو البول movement او البيريستالتيك movement، والستول بتكون liquidy او fluid، تمام. بالعادة بتكون مرتبطة مع abdominal cramps، cramps اللي هو المغص أو المغص المعوي خلينا نسميه. البول ساوند انكريز زي ما حكيت لكم اللي هو زيادة البول ساوند هذول أو اللي سميناهم البيريستالتيك موفمنت. وأحيانا ممكن يصير في عندي irritation of perineum، perineum اللي هي المنطقة ما بين فتحة الشرج وما بين الجهاز التناسلي، كويس، ما بين فتحة الشرج وما بين جهاز التناسلي اسمها البيرينيوم أو البيرينيال area. احيانا بصير فيها ايش؟ بصير فيها irritation، يعني بصير فيها itching، بصير فيها حكة، وبصير فيها احمرار، خصوصا اذا كان في بكتيريا بالموضوع، تمام، يعني ممكن احيانا ممكن السبب الدياريا ناتج عن انتان بكتيري او bacterial infection، اوكي، واحيانا ممكن يكون اميبيا،
غير البكتيريا يعني باراسايت. اوكي ريزلتس ان فاتيج. فاتيج ليش فاتيج؟ لانه الفاتيج يعني عياء عام. اوكي لانه الجسم بيفقد سوائل كثير وبيفقد الطاقه. تمام. ويكنس ضعف عام. ايماشيشن برضو كمان اللي هو ضعف عام مرتبط باكستريم ويت لوس. ايماشيشن كلمه جديده هاي. ايماشيشن معناتها اللي هو اكستريم ويت لوس، فقدان شديد بالوزن. طبعا هذا مش بالحالات خلينا احكي الاكيوت، هذا بالحالات الكرونيك، يعني اذا المريض عنده دايريه لفتره طويله من الزمن. ايش الاسباب الرئيسيه للدايريه؟ مال ابزوربشن سيندرومز اللي هي خلينا نحكي الامراض المتعلقه بسوء الامتصاص او عدم القدره على الامتصاص. من الامثله عليها اللي هو الكرونز ديزيز اللي هو نوع من انواع الانفلاماتوري ديزيز. حكيت لكم انه الانفلاماتوري ديزيز اللي هي الالتهابات اللي بتصيب الامعاء الغليظه. بالعاده الكرونز ديزيز بيكون يعني جينيتيك ديس اوردر خلينا احكي، او هيريديتي hereditary disorder يعني بيكون موروث بالعائلة. المشكلة فيه انه بصير في عندي التهاب داخل الامعاء، السبب مش معروف كويس. بالعادة بيقولوا له انه autoimmune disease، يعني معنى اخر انه جهاز المناعة داخل الجسم بيهاجم الامعاء نفسها، بيهاجم الامعاء الغليظة هاي نفسها، فبصير في عندي التهاب. احيانا في شيء بسموه intussusception كويس، برضو هذا نوع ثاني من انواع الانفلاماتوري باول ديزيز. بشكل عام احفظوا انه هو التهاب معوي. اوكي التهاب معوي مزمن. اوكي مش حاد، التهاب معوي مزمن سببه غير معروف. احيانا ممكن يكون في عندي سايد افكتس اوف دراجز، بعض الـ خلينا احكي الاعراض الجانبيه للمضادات الحيويه، اي بي انتيبايوتكس. اي بي انتيبايوتكس معناتها او الانكزايتي او الستريس كويس. الانكزايتي اللي هو الاضطراب او الشده النفسيه، حكينا بالكونستيبيشن، قلنا ايش؟ قلنا ديبريشن. تمام. هذا بيعتمد اذا بتتذكروا حكينا عن عمل يمكن السمباثيتك والبارا سمباثيتك نيرفس سيستم. لما في حالات الديبريشن بيشتغل عندي البارا سمباثيتك نيرفس سيستم. اوكي فبقل نسبة الابنفرين والنور ابنفرين، فبالتالي بتقل الجاستريك موتيليتي ان جنرال، بتقل البول موفمنت، بصير في عندي كونستيبيشن. العكس بصير بحالات الانكزايتي، بتزيد عندي السمباثيتك نيرفس سيستم كويس، وبالتالي بتزيد الموتيليتي، وبالتالي بتزيد عندي اللي هو الانكريزد فريكوانسي والانكريزد رابيد موفمنت اوف ذا ايش اوف ذا باول، وبالتالي بصير في عندي دياريه. اوكي دياريه. تمام. ايش يعني دايرية؟ يعني اسهال. البول فيكال انكونتيننس، يمكن حكى لكم الدكتور دي ايش يعني انكونتيننس. انكونتيننس معناتها سلس. اوكي لما بنحكي عن يورينري انكونتيننس، سلس البول. البول انكونتيننس او الفيكال انكونتيننس اللي هو سلس البراز. تمام. سلس البراز، وسلس البراز هذا بيكون ناتج اما بيكون كلي واما بيكون جزئي، ولكنه ناتج عن فقدان القدره على التحكم بايش؟ بالفيكال اند غازيوس ديسشارج ثرو انال سفنكتر. يعني بيكون ناتج عن نقص او فقدان القدره على التحكم باخراج البول او اخراج الغازات، عفوا اخراج الفيسز، اخراج البراز واخراج الغازات من خلال الانال سفنكتر اللي هو اخر جزء بالجهاز الهضمي. السفنكتر المقصود فيه اللي هو الانال سفنكتر اللي هو فتحه الشرج. اوكي فتحه الشرج اللي بتكون من ماسلز. اوكي الماسلز هاي بتكون واصله بنيرف، يعني بتحكم فيها الاعصاب. فاحيانا اذا كان في عندي نيورولوجيكال بروبلمز سبيشالي مثلا متعلقه بالسباينال انجري كويس اللي هو نتيجة الإيذاء أو المشاكل اللي بتصير بالسباين، أو خلينا نحكي السباينال كورد اللي هو الحبل الشوكي، كما ممكن تكون ناتجة مثلا من الستروك كويس اللي هي زي ما قلنا الجلطة الدماغية، أو أحيانا ممكن تكون دايركت انجري يعني تروما، يعني واحد عمل حادث سير كويس وصار الحادث سير صار في عنده كسر بالفقرات العصعصية
كويس اللي هي الكوكسيجيال فيرتبرا كويس، واثر على السباينال كورد بهالمنطقه هذيك، فبالتالي العضلات او خلينا نحكي الاعصاب اللي بتتحكم بفتحه الشرج تفقد القدره على ايش تحكمها بالفيسز وبالغاز، وبالتالي بيصير في عندي فيكال انكونتيننس او باول انكونتيننس. ممكن تكون partial inability to control flatus، flatus اللي هو قلنا عنه الغاز، تمام، اللي بصير الشخص يخرج الغازات من فتحة الشرج بشكل لا إرادي، تمام، أو بتكون major اللي هو بصير في عندي الشخص غير قادر على التحكم بإخراج الفيسز، أو أحيانا بصير في عندي مشكلة بالconsistency. يعني بالعادة الفيسز بتقعد فترة، يمكن زي ما شفتوا بالفيديو تقعد فترة داخل البول أو داخل الكولون حتى يتم امتصاص الماء والأملاح الزائدة منها. الآن لما بيكون في عندي عدم تحكم تبدأ تخرج الفيسز كويس، بتكون ليكويفايد، يعني بتكون زيها زي الإسهال كويس. فهذا اللي بيعمل، أو خلينا نحكي هذا واحدة من علامات اللي هو البول انكونتيننس. الاسوسييتد ذا امبيرد فانكشن اوف ذا انال سفنكتر حكينا عنه بشكل رئيسي، اللي هو التغذيه العصبيه، اما بتكون دايركت انجري زي ما حكينا، او احيانا ممكن يكون في عندي تيومرز اورام او سرطانات بتاثر على السفنكتر ماسل اللي هي العضلات اللي احنا بنسميها العضلات الهيكليه، اذا انكم سامعين فيها بالعربي كويس، العضلات الهيكليه اللي تتحكم بفتحه الشرج. وبالعاده يعني ممكن تأثر على السوشيال ايزوليشن، يعني الشخص بيرفض انه يطلع، بيرفض انه يحكي مع الناس بسبب انه والله عنده فيكال انكونتيننس. بالعاده بتصيب لهم الكبار بالعمر او الاشخاص اللي تعرضوا لاصابات معينه. يمكن في حاله من الحالات كنت انا باعثها لزملائك ولا مجموعه من زملائك تحكي عن اللي هو الفيكال انكونتيننس، فهاي وحده من الأشياء النفسية أو من الآثار النفسية للفيكال انكونتيننس على حياة الأشخاص. التريتمنت العلاج اللي هو سفنكتر ريبير أو فيكال دايفيرجن أو كولوستومي. هلا إذا كانت المشكلة عصبية بالعادة يعني صعب إنها تنحل كويس بسهولة، يعني ممكن إذا كانت المشكلة بتيومر ينشال التيومر هذا، تنشال الورم، ولكن إذا كانت المشكلة عصبية في شيء بصير بنعمله شيء اسمه فيكال دايفيرجن أو كولوستومي، يعني بصير في فتحة صرنا نحكي عنها بآخر سلايد إن شاء الله اللي هي اسمها الأوستوميز اللي هي الفتحات. فبينعمل له فتحة وين؟ بينعمل له فتحة بالكولون، بالقولون كويس، حتى تساعده على إخراج الفيسز وما يصير في عنده فيكال انكونتيننس. بالعاده الفتحه هاي بدها سبيشال نيرسينج كير ان شاء الله رب العالمين، وانا ممكن احط لكم اياه خلينا نحكي ممكن تلاقوه على ليبينكوت ادفايزر بروسيجرز، دوروا على كولوستومي كير، كولوستومي كير ممكن تشوفوه كويس، او ممكن احط لكم اياه على جروب الفيسبوك وتشوفوه حتى تتعرفوا اكثر على ايش يعني كولوستومي وايش او هاو تو بيرفورم كولوستومي كير. الفلاتشيولنس، قلنا الفلاتشس او الفلاتس اللي هو الغاز، الفلاتشيولنس اللي هو وجود الغازات بشكل ايش؟ بشكل طبيعي، عفوا بشكل غير طبيعي وبكميات كبيره، قلنا احنا من 7 تو 10 لترز، بالعاده بزيد ايش؟ بزيد كمياته كثير، تمام؟ هذا بيؤدي للستريتشنج، ستريتشنج كويس، بزيد يعني خليني احكي كيف ستريتشنج، يعني بيكبر حجم البطن كويس نتيجه الانتفاخ كويس، وبزيد فيه الضغط على العضلات كويس، وبتنتفخ برضو كمان الانتستنز من الداخل، الامعاء الغليظه من الداخل. السبب الرئيسي اللي هو الاكشن اوف بكتيريا، ممكن اللي هو بعض البكتيريا الموجوده زي ما قلنا الاي كولاي او الستافيلوكوكس اوريوس او غيرها من البكتيريا اللي موجوده داخل المعده. احيانا بكون في عندي سوالود اير، سوالود اير يعني الانجستد اير بمعنى اخر، او اللي هو الهواء اللي بياخذه الانسان، ممكن ياخذ هواء زياده اذا استخدم المصاصة كويس، يعني بالأكل أو بالشرب كويس، استخدم المصاصة بالأكل، يعني الأكل الكونسيستنسي تبعته بتكون فلويد كويس، وأحيانا الجم، استخدام الجم بشكل كبير، العلكة كويس، وأحيانا بعض البروسيجرز مثل اللي هو التنظير، عملية تنظير المعدة، الشخص
بيظله مضطر فاتح فمه لفترة طويلة من الزمن أثناء عملية التنظير، ممكن تمتد مثلا من 5 دقائق ل10 دقائق، أحيانا ربع ساعة. فهذا بيؤدي إلى تجمع الغازات داخل المعدة، وبتنتقل الغازات هاي للأمعاء الدقيقة بعدين الغليظة، فبصير في عندي تجمع للغازات. وأحيانا ممكن يكون في عندي الغاز that diffuse between the bloodstream and the intestine، يعني بعض الغازات بتطلع من الأوعية الدموية الدقيقة باتجاه اللي هو الانتستنز، فبصير في عندي تجمع غازات داخل الانتستنز. انتستنز يعني أمعاء. ممكن تكون فود، بعض أنواع الفود بطبيعتها بتنتج غازات، البصل، الثوم، الزهرة، الليجيومز بشكل عام اللي هي البقوليات، الفول، الحمص، كلها هاي تنتج غازات بكميات كبيرة. أحيانا ممكن يكون في عندي abdominal surgeries اللي هي عمليات البطن، كويس، اللي بينفتح فيها البطن. وأحيانا بعض الناركوتكس، الناركوتكس اللي هي مسكنات الألم الشديد، كويس، مسكنات الألم الشديد زي البيثيدين، زي المورفين، زي غيرها من مسكنات الألم الشديد. وأحيانا ممكن تكون ناتجة أو بتنتج عن إيش؟ تنتج عن اللي هو الابدومينال ديستنشن أو انتستينال ديستنشن، اللي هو انتفاخ البطن، انتفاخ البطن. ذكركم بشغله ان شاء الله راح تاخذوها بالفيزيكال اكزامينيشن، انه لما بنعمل احنا شيء بنسميه احنا بيركشن، طرق، كويس، لما بنطرق على بطن المريض باصابعنا، كويس، بالعاده لازم يكون الصوت تيمبانيك. تيمبانيك يعني زي صوت الطبل، يعني كانه الواحد بيضرب على طبله، كويس. فلما بيضرب باصبعه بيطلع الصوت تيمبانيك. لما بيكون في عندي غازات بيكون الابدومين ديستندد، يعني باي انسبكشن البطن بيكون منتفخ، ولما بنضرب باصبعنا بيطلع صوت هايبر تيمبانيك. هايبر تيمبانيك يعني صوت طبلة عالي بالعربي، غير هيك ما ملهاش معنى يعني. طيب على الاوستوميز اللي هي الفتحات المختلفة داخل الجهاز الهضمي، كويس، الجي اي جاسترو انتستينال سيستم، اوكي، جاسترو انتستينال سيستم الجهاز الهضمي، ممكن تكون باليورينري سيستم، يعني ممكن تكون بالحالب، كويس، بشكل رئيسي، او ممكن تكون بالريسبيراتوري تراكت اللي هو ممكن تكون بالتريكيا، كويس، اللي هو بنسميه احنا تريكوستومي، اوكي، تريكوستومي اللي هي الفتحه بالقصبة الهوائية. الناس اللي بيكون في عندهم مشاكل بالتنفس بيفتحوا لهم فتحة في القصبة الهوائية مشان يتنفسوا. خلال الفتحة هاي بتكون مفتوحة على الجلد من برا، ممكن تكون temporary، ممكن تكون permanent، يعني ممكن تكون مؤقتة أو دائمة. الهدف منها إنه إحنا drain الفيكال ماتيريا، أوكي؟ الهدف منها لما البول أوستوميز بشكل عام، كويس، الفتحات اللي بتكون موجودة داخل القولون اللي هو للإخراج، كويس. احيانا هاي الاوستوميز، كويس، زي هون زي الجاستروستومي مثلا، كويس، بيكون الهدف منها التغذيه، كويس، بيكون الهدف منها التغذيه. يعني بيكون في عندي جاستروستومي، فتحه بالمعده مفتوحه على السكن، طبعا هاي الفتحه بتنعمل اندر انستيزيا، يعني ديورينج ذا سيرجري، يعني والطبيب بيعمل العمليه للمريض داخل غرفه العمليات باستخدام، يعني بيكون المريض تحت التخدير العام، بيفتح المعده، كويس، بوصل الفتحة هاي بالجلد، كويس، بظل مفتوحة لبرا، وبكون مركب عليها باوتش، باوتش اللي هو كيس، تمام، أو أحيانا بكون مركب عليها لك، كويس، بكون طالع منها بربيش. تسمع واحد ركب له والله بربيش بالمعدة مشان يطعميه، تمام. هاي هي الجاستروستومي. فالجاستروستومي الهدف منها الإطعام، بينما الكولوستومي مثلا الهدف منها اللي هو التخلص من الدرين اللي هو الفيكا الماتيريال، او التخلص من البراز، كويس. ممكن يكون في عندي جيوجينوستومي، كويس، اللي هو فتحه بالجيوجينم، كويس، اللي هو هذا قلنا عنه ماله، الجزء قبل الاخير من السمول انتستين، الجزء قبل الاخير من الامعاء الدقيقه. وممكن تكون الفتحه هاي بالاليوم، كويس، اللي هي الاليوستومي، كويس، الجزء الاخير من الامعاء الدقيقه اللي بيكون متصل بالامعاء الغليظه. طبعا الاهداف كثيره، يعني ممكن زي ما قلنا انه ممكن للاطعام، ممكن للاخراج، ممكن احيانا يكون في عندي سوائل، كويس، او في عندي مشاكل، احيانا ممكن نعطي فيها ادويه، يعني اذا المريض بحاجه لادويه معينه ممكن برضه كمان نعطي فيها ادويه عن طريق الاوستوميز.
الكاركترستكس اوف فينال او فيكال درينج ديبندز اون ذا اناتوميكال لوكيشن اوف ذا اوستومي. يعني مثلا هون بالنسبه للفيكال ماتيريال بتكون مختلفه عن بالجينوستومي، بتختلف عن الاليوستومي، بتختلف عن الكولوستومي. كويس، ليش؟ لانه الاكل بمر بمراحل مختلفه اثناء الهضم. كويس، فبيتحول، بتتغير الكونسيستنسي تبعته، بتتغير الرائحه تبعته. كويس، بيتغير الكلر تبعه. فالرائحه والكلر والكونسيستنسي بيعتمد على وين الاوستومي موجوده. تمام، مثلا الليكويد بتكون بالجاستريستومي، بالاليوستومي والاسندنج كولون، وبكون فيها بالاسندنج كولون بتكون اودر وذ اودر، يعني بيكون فيها رائحه زي ما قلنا نتيجه ايش؟ نتيجه البكتيريا، تحليل البكتيريا للمواد الموجوده بالعصاره هاي الموجوده داخل الامعاء. ماشي او سوفت، كويس، يعني بمعنى اخر يعني بين، يعني مرحله ما بين السوفت وما بين الليكويد وما بين السوليد، موجوده بالترانسفيرس كولون قلنا عنه بالبدايات لما شرحت لكم، اللي هو الجزء المستعرض من القولون الواصل بين القولون الصاعد والقولون النازل، وبيكون اودرس، بيكون له رائحه. فورمد او تويستد، كويس، بتكون ديسندنج كولون اللي هو القولون النازل، والسيجمويدوستومي او خلينا نحكي الفتحه بالسيجمويد او اللي هو اخر جزء قبل الريكتم من الامعاء الغليظه. بالنسبه للاسسمنت او للنيرسينج كير بلان بشكل عام، ايش الاشياء اللي بنركز عليها بالاسسمنت؟ اللي هو الاليمينيشن هابتس، كم مره بتروح على الحمام. كويس، التايب اوف انكونتيننس، هل في سلس ولا ما في سلس، هل في كومبليكيتنج فاكتورز، هل في ابدومينال بين، هل في ابدومينال ديستنشن او غيرها. البلادر اند باول مانجمنت ستراتيجيز يوزد باي ذا كلاينت، لما بصير في عندك مشاكل بالانكونتيننس او احيانا بصير في عندك مشاكل بزياده الفريكونسي او نقصان الفريكونسي بالباول موفمنت او بالديفيكيشن، ايش بتعمل؟ كويس، الفيزيكال اكزامينيشن، المنتال ستاتس قلنا مهم كثير، ديبرشن انكزايتي الستريس بياثر على الديفيكيشن، الموبيليتي قلنا عنها نقطه مهمه كثير، هاي كمان هل المريض بيتحرك ما بيتحرك، هذا بياثر على الباول موفمنت، الانسبكشن اوف بيرينيوم اور فور سكين انتجريتي اللي هو زي ما قلنا اللي هو نحن ناخذ نظره على المنطقه هاي اللي هي منطقه الشرج والمنطقه اللي بين الشرج وبين الجهاز التناسلي. البيرينيال اريا، الديجيتال اكزام او ديجيتال ريكتال اكزام اللي هو الفحص السريري اللي بينعمل للريكتم للمستقيم عن طريق الاصبع. بالنسبه للفيسز، وي نيد تو انسبكت ذا فيسز فور كلر، زي ما قلنا الكلر لازم يكون براون، اذا كان ريد، اذا كان بلاك، اذا كان اي لون ثاني غير البراون برضه هذا بيعطيني انديكيشن انه في عندي مشكله معينه. الكونسستنسي، هل هي هارد، هل هي سوفت، هل هي ليكويد. الشيب برضه كمان، لان من الاشياء الرئيسيه كمان الاماونت والاودر، هل في رائحه ولا ما في رائحه. كويس، احيانا بيكون في عندي بكتيريا انفكشن فبتكون في عندي رائحه سيئه جدا، واحيانا بيكون في عندي برضه كمان ميوكس مخاط داخل هذا برضه كمان انديكيشن لبعض الانفكشن او الباراسايت انفكشن او البكتيريال انفكشن، و بريسنس اوف ابنورمال كونستيتيوانت، او بيكون في عندي مشاكل احيانا اخرى اذا كان في عندي اشياء ثانيه في الستول. كويس، تمام، الدياجنوستيك ستاديز اللي هي الفحوصات المخبريه اللي بتنعمل، في شيء بسموه ستول كلتشر اللي هو زراعه الستول، الهدف من الزراعه بشكل رئيسي حتى نشوف هل في بكتيريا تمام ولا لا، وشو نوع البكتيريا الموجوده. تمام، شو نوع البكتيريا الموجوده. الانوركتال التراسونوغرافي اللي هو استخدام السونار او اللي هو الالتراساوند او التصوير بالموجات فوق الصوتيه بالعربي. كويس، حتى نعمل اسسمنت للانس وللريكتم. الدايركت والاندايركت فيجواليزيشن، الدايركت فيجواليزيشن اللي هو من خلال الكولونوسكوبي. كويس، والسيجمويدوسكوبي اللي هو عمليات تنظير الجهاز الهضمي السفلي، والاندايركت فيجواليزيشن زي ما قلنا من خلال اللي هو الباريوم انيما. كويس، او اللي هي استخدام ماده الباريوم هاي. كويس، واستخدام الاكس راي حتى نشوف ايش الابنورماليتيز الموجوده بالانتستين. طبعا اذا في تيومرز بتبين، اذا في شيء اسمه بوليبس ببين، اذا في عندي بليدنج برضه كمان ببين.
كلياته من خلال الدايركت والاندايركت فيجواليزيشن. ايش البوسيبل نيرسينج دايجنوستس؟ وهذا ممكن يستفيدوا منه الجماعه اللي اخذوا الكيس هاي تبعت الفيكال انكونتيننس. constipation related to immobility. عارفين شو يعني constipation؟ عارفين شو يعني immobility؟ risk for constipation اللي هو قلنا عنه ايش هذا potential nursing diagnosis. perceived constipation, perceived constipation يعني الاحساس بالconstipation. diarrhea related to ingestion of laxatives. bowel incontinence related to disease process, يعني في عندي مشاكل وفي عندي خليني احكي اللي هو سلس في الفيكل, فيكل يعني سلس بالبراز نتيجة مشاكل بالجهاز خلينا نحكي اللي هو العصبي بشكل رئيسي. risk for impaired skin integrity related to frequent defecation of fluid like stool, وهذا قلنا مهم كثير نعمل assessment للبيرينيال area, هاي المنطقة اللي أحيانا ممكن تتعرض لإصابات نتيجة إيش؟ نتيجة اللي هو العمليات الإخراج المستمرة كويس اللي بتأثر على السكن انتجريتي أو اللي هو تماسك السكن في هالمنطقة هاي كويس. قلنا إذا بتتذكروا مرة حكينا إنه في عندي النوع من الانفكشن اللي بنسميه الدايبر راش كويس تمام نتيجة وجود المادة السائلة هاي بالإضافة للبكتيريا اللي بتعمل على خلينا أحكي على احداث اللي هي الراشز اللي هي التقرحات البسيطه هاي اللي بتليها تشققات بالسكن. ريسك فور فلويد فوليوم ريليتد تو فريكوينت ديفيكيشن اوف فلويد لايك ستول اللي هو الدايريا, الواحد بيعمل دايريا وخصوصا الاطفال الصغار بيفقدوا سوائل كثيره فبالتالي لازم نعوضهم بهالسوائل هاي فبكونوا خلينا نحكي على خطر انه يصير في عندهم نقصان في السوائل بشكل عام. low self esteem وهذا زي ما قلنا تشخيص اجتماعي psychosocial diagnosis related to presence of ostomy او related to fecal incontinence. ostomy اللي هو الفتحة قلناها عنها. deficient knowledge وكثير هذا مهم كثير انه نعلم المريض عن toileting care كيف يعتني بحاله كويس او ايش هو الغذاء المناسب اللي لازم ياخذه. risk for infection نتيجة وجود الفتحة هاي خصوصا لما يكون في عندي ostomy بحط له risk for infection لانه هاي فتحة بالجلد وهاي بتخلي بيئة مناسبة لنمو البكتيريا فبالتالي بترفع من نسبة حدوث الانفكشن. self care deficit اللي هو عدم القدرة على العناية بالذات كويس اللي هو بالتحديد اللي هو toileting الذهاب الى الحمام والاخراج. بالنسبة للبلانينج طبعا هاي سناب شوت يعني مثال مش لكل الدياجنوستس اللي شفناهم قبل شوي هاي بس لمجموعه منهم. بس لما بنحكي مثلا المينتيننج نورمال باول اليمينيشن باترن يعني الهدف الرئيسي انه المريض يحافظ على مستوى الطبيعي من عمليات الاخراج. مينتين اور ريجين نورمال ستول كونسستنسي اللي هو محافظه او العوده الى النورمال ستول كونسستنسي اللي هي لا هي فلويد ولا هي هاردن اوكي و prevent associated risk of fluid and electrolyte imbalance اللي هو منع حدوث نقص بالسوائل والالكترولايت. الالكترولايت اللي هي الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم تمام والسيطرة على الألم okay. فالobjective patient will be able to demonstrate response to urge in timely manner يعني المريض المفروض انه يصير في عنده حس انه يروح على الحمام لما يكون في عنده الحاجه لانه يروح على الحمام. patient will be able to verbalize the importance of increased fluid intake زي ما قلنا هذا متعلق بالmaintaining fluid balance انه at least ياخذ يعني خلينا نحكي 2 to 3 liters per day تمام يعني من 6 ل 8 كاسات مي يوميا وهذا المعدل الطبيعي للشرب المي. implementation promote regular defecation يعني ايش الاشياء اللي احنا ممكن نعملها nursing interventions انسونا من المديكيشنز وانسونا من الميديكال تريتمنت بس احنا كنيرسينج انترفينشنز اول شيء بنشجع المريض انه ياخذ 8 كاسات من المي يوميا حتى لا يصير في عنده دايريا ولا يصير في عنده constipation. ما يتجاهل الارج اللي هو الذهاب الى الحمام كويس. avoid overuse of laxatives اللي هو الاستخدام المفرط للمسهلات او الملينات كويس. provide privacy for patient during defecation شرحت عنها بالبدايات وقلت شو اهميه البرايفسي. limited carbonated beverage اللي هو تقلل من السوائل اللي بتحتوي على الكربون اللي هي البيبسي ومشتقات البيبسي اوكي.
انكرج اكسرسايز، شجع النشاط الرياضي بمختلف انواعه، واهم ذلك اللي هو المشي. يعني اتليست بنحكي للناس انه امشي نص ساعه باليوم. اوكي، instruct the patient about the positioning during defecation، اللي هو ايش؟ اللي هو حتى نزيد الانترا ابدومينال بريشر بالبدايه اللي حكينا عنه، لازم يكون في السيتنج بوزيشن، لازم تكون الثاي فليكسد اوكي، وليينينج فورورد، مايل جسمه، جذعه مايل للامام شوي حتى نساعد، حتى يسهل عمليه الاخراج، خصوصا اذا كان في عنده constipation. Instruct also the patient to manage the diet for constipation and diarrhea. بالنسبة للconstipation, increase fluid intake زيادة عن الثمانية كاسات باليوم. Okay. Consume hot liquid or fruit juice اللي بتحتوي على الفايبر. تمام. وincrease the fiber in diet. يعني زيد الأكل أو زيد أكلك، خلينا نحكي اللي بيحتوي على الفايبرز الألياف. Okay. بالنسبة للدياريه increase fluid intake نفس الشيء. ليش increase fluid intake وfreeze fluid intake؟ هنا حتى نسهل عمليات الإخراج ونزيد البول movement، وهنا حتى نمنع حدوث نقص السوائل والإلكترولايت. eat small amount يعني ما تأكل وجبة كاملة، قسم أكلك على وجبات مختلفة، بدل ما تأكل ثلاث وجبات كبار كل خمسة أو ست وجبات صغار. كويس. avoid hot or cold fluids، إنه نقلل من السوائل الساخنة أو الباردة، لأنه هذا بيأثر على البول movement. وavoid spicy and fiber diet، السبايسي والفايبر دايت بيزيد اللي هو البول موفمنت، بيرفع البول موفمنت وبالتالي بيزيد او بيزيد الاسهال، بيزيد الدياريه. دايت فور فلاتولنس اللي هو الغازات، اللي هو خروج الغازات بشكل كميات كبيره، تمام، او اللي هو الابدومينال ديستنشن. ليميتد كاربونيتد بيفرج، نقلل من البيبسي والسفن اب والاشياء الثانيه هاي كلياتها. افويد يوز اوف سترو اند جم اللي هو تجنب استخدام القشة أو المصاصة هاي أو الشلموني اللي بشرب فيها، والعلكة، لأنه هذا بزيد الاير زي ما حكينا داخل الابدومن، وبالتالي بيأثر سلبا على الابدومينال ديستنشن. وأفويد غاز فورمينج فودز، نتجنب الأكل اللي بيعمل لنا غازات، الكابج الملفوف، الأونيون، البصل، البينز بشكل عام، الحبوب، واللي هي الليجيمز قلنا عنها اللي هي البقوليات، الحمص، الفول، الفاصوليا وغيرها، والكوليفلاور اللي هو الزهرة، كوليفلاور اللي هو الزهرة. اليوز البيت بان اند كومود فور بيشنت هو هاف ديفيكولتي ستيتد ذيم سيلفز او سيتد ذيم سيلفز، يعني الناس اللي ما بتعرف على تروح على الحمام يستخدمون البيت بان او الكومود. الكومود هذا طبعا لليورينيشن، والبيت بان لليورينيشن والديفيكيشن. تيتش بيشنت اباوت ميديكيشن، انه ما ياخذ اوفر يوز اوف لاكزاتيفز، ما يستخدم الانتي دياريال الا في حال الحاجه الها. كويس. او يستخدم الانتي فلوتشيلانس الا في حال الحاجه الها، ولازم يكون صحيح انه تحت اشراف الطبيب. هاي الاشياء ليش؟ لانه صحيح هاي الميديكيشن كلها اوفر كاونتر ميديكيشنز، يعني الواحد بيقدر يروح ياخذها من الصيدليه، حس عنده شويه وجع بطن، حس عنده شويه امساك، حس عنده شويه اسهال، بيروح بيجيب ايش المواد هاي بياخذها. صحيح انه مش لازم ياخذها بشكل مفرط، ياخذها ولكن وقت حاجتها فقط، ما ياخذ ما يفرط باخذها. administer enema. هلا الانما حتى نعرف ايش هي الانما، is a solution into the rectum and large intestine to distend the intestine or irritate intestinal mucosa leading to increased peristalsis and facilitate feces and flatus discharge. الانما الحقن الشرجيه اللي هو احنا راح طبعا مفروض انكم تتعلموها هاي بمختبر الفاندمنتال، ما بعرف شو صار معكم بمختبر الفاندمنتال، شو اخذته وشو صار عندكم بروسيجرز، بس ممكن كمان برضو هاي نحطها على بروسيجرز عندنا. كويس، على الصفحه، صفحه الفيسبوك، فنشوف اللي هو انه احنا بندخل سائل داخل فتحه الشرج باتجاه الريكتم، باتجاه المستقيم واللارج انتستين، الامعاء الغليظه، الهدف منها انه نزيد كميه السوائل داخل الانتستين ونحرش، او خلينا نحكي نحرض الانتستينال ميوكوزا اللي هي الغشاء المخاطي المبطن للامعاء الغليظه، وبالتالي بنزيد البول موفمنت، وبالتالي اللي هي البريستالسيس او البول موفمنت، وبالتالي بنسهل عمليه خروج الفيسز اللي هي البراز والغازات. اوكي، الاوستومي كير قلت لكم وعدكم ان شاء الله انه راح نحط فيديو او راح نحط البروسيجر على صفحه الفيسبوك حتى تعرفوا ايش يعني اوستومي
وايش يعني هاو تو بيرفورم اللي هو الاوستومي كير، وراح المفروض انكم تتعلموه كمان بمختبر الفاندمنتال العملي اللي هو الكليننج والاريجيشن اوف ذا اوستومي، كيف ننظف الاوستومي هاي لانها تعتبر ووند فتحه بالجلد، وكيف نعملها اريجيشن يعني كيف نعملها الترويه ونحافظ عليها نظيفه وبيئه خاليه من الانفكشن. هيك بيكون انتهينا من الجزء الثاني من محاضره الاليمينيشن، ونتمنى انه ان شاء الله انكم تستفيدوا من الفيديوهات وتستفيدوا من التسجيل الصوتي اللي بيكون موجود ومرافق لهالباوربوينت هاي. بالنسبه للناس اللي بتسال عن الاكزام والاساينمنت، ان شاء الله يعني الان في مشاكل على الاي ليرنينج، الناس كلها بتعمل اكزامز وكويزز على الاي ليرنينج، ففي عندنا مشاكل يعني الاي ليرنينج بيعلق كثير كويس، وخصوصا فيما يتعلق بالكويزز والاساينمنت. فلسه الان احنا متاخرين شوي عبين ما الناس تخلص اللي هو مساله الامتحان الفيرست كويس، و يخف الضغط شوي على الاي ليرنينج، وبعدين نعمل الكويز والاكزام. اهم شيء هلا ركزوا بالاساينمنت، وان شاء الله نلتقي فيكم بخير ومحبه دائما، وشكرا لكم وشكرا لاستماعكم.